وماذا يعني لا نعلم ماذا يكون بعد سنة بعد عام بجمع مرة أخرى الاستفتاء بإقامة الاستفتاء 10%، وإلا سوف نطالب بالمحكمة بطعن بهذا النقض ونعيد الإجراء من جديد. فبهذا الحال نحن وقفنا مشروع التسع محافظات اللي هو مشروع تقسيم العراق. إذا لماذا فشلتم؟ لماذا فشلتم؟ فشلنا أولا المفوضية الانتخابات في البصرة هي مسيسة، 80% تابعة للمجلس الأعلى، موظفيها مرؤوسيها. أيضا بنفس الوقت كان هناك دفع من بغداد، من المفوضية من بغداد، من رئيس المفوضية وبعض أعضاء المفوضية، قاموا بتهديد المدير حسب ما وصلنا هذا الكلام، قاموا بتهديد المدير بعدم إعلان سواء كان في التلفاز أو في الشوارع بالإعلان حول الإقليم. ولكن أستاذي معلش خلينا قاطعك، يعني ما شاهدناه نحن هنا مثلا في الأردن، شاهدنا الإعلانات على عبر الفضائيات وهذه الإعلانات نحن الاتحاد الإقليمي قمنا. لا كانت حتى على مستوى أخبار، وكان يطلع الأستاذ وائل عبد اللطيف هذا ليس للاتحاد، المفوضية لم تعلن على الإطلاق، لا يوجد أي إعلان للمفوضية. أعطيك أنا الاختراقات القانونية للمفوضية التي سجلت ضد المفوضية. أولا المفوضية فتحت 34 مركز. 34 صندوق، لا مو مركز، لا هو محطة، محطة هو مركز يعني هو محطة واحدة، هو صندوق صندوق واحد. يعني هو مركز يعني مركز البصرة تستحق اختراع. البصرة تستحق 4500 صندوق في البصرة دستورين، 4500 صندوق لم نحصل إلا على 34 صندوق، فكيف تستطيع أن تجمع شريط كامل من مجنون إلى الصالحية 70 كيلو متر صندوق واحد، 70 كيلو متر مربع طولي، مو مربع طولي، صندوق واحد، فهذه اختراق خرق قانوني. طب لو كان المواطن البصراوي يريد أن يساهم ألا يأتي على عربانات دعني كما دعني يقال لديكم بالعراق؟ دعني أكمل لك المواعيد. الاقتراع تبدأ من الساعة 8 إلى الساعة 4، وتعلم أنت الكل يعمل، الناس ليس جالسة في بيوتها، الكل يعمل، الطالب في المدرسة والمتعمل والذي يعمل في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، من الساعة 8 إلى الساعة 4 عصرا فاتحين الصناديق، فهو يذهب الساعة 7 ويخرج من الدوام الساعة 3 و3:30، يمتى يستطيع؟ هل يستطيع أن يذهب إلى الصندوق؟ بالتأكيد إذا لم يكن لديه وقت لن يذهب، لن يذهب. أو إذا كان لديه عمل وغير هو قادر. على أي حال الخرق الثالث، بس يعني أكمل لك الخرق الثالث، استمارة التصويت هي ليش لم تكن هناك استمارة تصويت للإقليم، ولكن هناك استمارة تسجيل جديد معقدة ويطول على المصوت أن يكتبها، مربعات تجب أن تكتب حرف حرف، هذه ليس للتصويت وإنما لتسجيل ناخب جديد، فهذه الاستمارة تطول من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة تقريبا، يطول للناخب أن يمديها، وإذا خرجت الحرف خرج استبدلوا أخرى. طيب إحنا حتى لا نغرق بالتفاصيل. لا أعطيك دعني أكمل، بقى خرقان قانون الرابع هو عدم قبول المفوضية دخول الإعلام إلى المحطات كي لا يعلم ماذا يعمل في داخل المحطة، عدم قبولها فهذا خرق قانوني. والخامس أيضا عدم الإعلان، فيجب هناك ملايين الدولارات أن تعلن قبل شهر أو أكثر، إعلانات بالتلفزيونات في الشوارع، مؤتمرات كذا، كما نلاحظ الآن في الانتخابات، وعندما سألنا المفوضية لماذا لم تعلنوا قالوا لا يوجد عندنا أموال، يا لماذا لم تؤجلوا، لماذا أعلنتم الآن التصويت، أجلوها بعد الانتخابات، تجري انتخابات وتكون هناك عندكم أموال ترصدها الحكومة كي تعلنوا وتعملوا مؤتمرات وندوات كما هو القانون يقول هذا الشيء. لكن رئيس المفوضية في بغداد أنا استمعت له جيدا، تابع للمجلس الأعلى، تابع للمجلس، لم نقصر في دعم هذه العملية وتوفير المستلزمات من موظفين ومراكز اقتراع أو كما سميتها صناديق. أيضا قال أننا إعلاميا أيضا لم نترك وسيلة إعلام إلا وسخرناها بما فيها التلفزيون العراقي أو القناة الفضائية العراقية، لكن بالمقابل أوساط حكومية عراقية تقول أنكم أنتم بشخصكم الكريم والقاضي عبد اللطيف ومجموعة من العراقيين المهيمنين على البصرة تريدون من هذا موضوع الإقليم لتبقى ثروات البصرة وإمكانيات البصرة محاصرة بأيديكم أنتم وحدكم، ولا تريدون وجود دولة
تحاسب وتراقب وتمنع وتعطي وتمنح كما هي في الدول الأخرى أو في أي دولة في العالم. ما رأيك في ذلك؟ طبعا أنت الكل يعلم أن القاضي وائل عبد اللطيف ليس موظف في البصرة، عضو بالبرلمان، ولكنه كان محسوبا على الحكومة العراقية سابقا، كان جزء من الحكومة. لا اللي في الفيلم لا ليس اللي يريد ان يهيمن، هو ليس موجود في البصره ولا يملك ولا هو غير صاحب قرار في البصره. المهيمن على البصره هي الاجهزه الامنيه التابعه للحرس الثوري الايراني، هذه هي حقيقه. للحرس الثوري الايراني؟ الحرس الثوري الايراني للمحافظ البصره لا يستطيع ان يحرك شرطي. وهو بالمناسبه شقيقك، شقيقي محافظ البصره محمد مصبح الوائل. مصبح الوائل لا يستطيع أن ينقل شرطي، لا يستطيع أن ينقل موظف في البلدية، لا يستطيع أن ينقل السيد محافظ البصرة اسمه محافظ. يعني الآن هو عمله إشرافي غير قراره وغير ملزم أكثر ما هو محافظ. يعني الأجهزة الأمنية أنت تعلم جيدا منذ 3 سنوات أتى رئيس الوزراء السيد نوري المالكي إلى البصرة وسحب جميع الصلاحيات من الأجهزة الأمنية من المحافظ، وأصبح هو المشرف الأساسي على العملية الأمنية. ولكن أيضا خرجت عن يد رئيس الوزراء، لأن الأجهزة الأمنية في البصرة والتي وصلت إلى البصرة يتزع أغلب زعمائها، لا أقول فيها بعض الأجهزة الاستخباراتية فيها وطنيون، بعض الأجهزة ليس كلهم أيضا بعض، ولكن الأغلبية وصاحبة القرار هي ضباط اللي يسموهم ضباط الدمج، ناس لا يقرؤون ولا يكتبون، وصلوا إلى سلطة الأجهزة الأمنية وأصبحوا جاءوا من خلال أحزاب ونفوذ أحزاب. لا ليس، لا جاءت بهم بريطانيا وأمريكا. قرار برايمر معروف دمج الميليشيات، اتفقوا مع إيران بإدخال الحرس الثوري الإيراني إلى الأجهزة الأمنية والكل يعلم. أليسوا عراقيين يعني تقصد؟ هم عراقيون ولكن في كانوا يعملون الحرس الثوري الإيراني؟ هم عملاء في منظمة بدر كانت سابقا اللي هي ميليشيات بدر. منظمة بدر هي جزء من الشعب العراقي، وهم عراقيون أيضا يا أستاذ. عراقيون جاءوا هكذا هذا كذا يعني جاءوا على الدبابات، هم عراقيون جاءوا على دبابة إيرانية أو أمريكية، لكنهم عراقيون. أنت تقصد عراقيون جنسية؟ عراقيون جنسية هذا شيء، ولكن إيرانيون ولا أمريكيون ولا